السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، كلشي مزيان؟ كنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم نقدم لكم واحد الوصفه اللي معروفه عند المغاربه كاملين بالمطيشه والبيض. كنظن ان الطالبات غادي يكونوا عارفينها بزاف، اللي دوزوا القرايه ديالهم في الحي الجامعي وهذا، كانوا كيدخلوا ومع الزربه والوقت ما كاينش كيديروا مطيشه والبيض. المهم كتجي اكله واخا راه بسيطه كتجي لذيذه بزاف. المهم غادي نقدمها لكم اليوم بواحد الطريقه مختلفه، طريقه 2021 وحصريه على القناه ديالي، وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتعجبكم. اذا نبقاو بسم الله، نبدا على بركه الله. المقادير: المكون الرئيسي هو البيض، عندنا 4 البيضات، عندنا العطريه، عندنا الابزار، الخرقوم، التحميره والملحه وشويه الزعتر، لان بطبيعه الحال الزيت البلديه ضروريه. عندنا نصف فلفله محكوكه حمراء، وعندنا 3 مطيشات محيده لهم الزريعه ومحيده لهم الماء ومقطعهم طريفات صغار، وعندنا 2 ضروس ديال الثومه، وعندنا الفرماج الاحمر. اذا نبداو على بركه الله. كنشعلو على المقله ديالنا، ولا المهم الطاجين ولا اللي كان، نشعلو حتى يسخن. المهم كنبداو كناخدو الزيت البلديه كنديروها في الطاجين ديالنا، كنحكو عليها الثومه، 2 ضروس ديال الثومه، الثومه مزيانه في هذا البرد هذا، حتى هي المنافع ديالها كتير. المهم كنخليو الثومه كتقلى مع الزيت، نبداو نحركو فيها هكا حتى كتقلى لنا وكتعطي ديك النسمه ديالها في الزيت، باش كتلق لينا النسمه ديالها مزيان. من بعد كتقلى لينا الثومه مع الزيت مزيان، كنضيفو لها الفلفله حمراء، كنقليوها مزيان مع الثومه حتى كتهبط لينا، حتى كنشوفوها راه هبطات، فضروري تقلى مزيان باش تطيب لينا، ما تبقاش قاسحه. وصدقوني هاد المذاق ديال الفلفله الحمراء كيجي كيعطي واحد البنه رائعه، ماشي بحال غير مطيشه هكاك عاديه مع البيض بنينه، ولكن هاد الاضافه زادت لها البنه اكثر. كما كتعرفوا ان الفلفله الحمراء حلوه، المذاق ديالها حلو، كتعطينا ديما البنه في حتى في الحشو ديال الخبز، ولا كتعطينا واحد النكهه خطيره. وكنستمروا هكا على التحريك حتى كطيح لينا الفلفله مزيان، كنستمروا هكا في التحريك حتى تهبط لينا مزيان حتى كطيب، واحد الرائحه طالعه يا سلام، زعما صراحة الثومه والفلفله والزيت البلديه عطي واحد الريحه هائله. المهم فاش كيطيب لنا الخليط ديال الثوم والفلفله، كنضيفو مطيشه، العطريه ما كنضيفهاش في الاول، فاش العطريه الا ضفناها من الاول كتحرق، صايت لينا الخليط ديال المطيشه والفلفله، عاد نضيفو العطريه. اذا كنصبطوها هكا في الطبق الطاجين او المقله، وكنخليوها كطيب على خاطرها. من بعد ما طابت لينا مطيشه والفلفله هكا كيما كتشوفوا معانا، تخليوها حتى كطيب مزيان، كتبقى واقفه غير في الزويته ديالها، ما كنبقاش الماء ديال المطيشه وديال الفلفله، تما كتعرفوها ان مطيشه طابت مزيان هي والفلفله، تبقى لنا غير الزويته ديالها. دابا كنضيفوا العطريه،
نضيفوا الملحه التحميره والخرقوم والبزار. نحركوا كل شيء مزيان باش نساجم لينا العناصر مع مطيشه وطلا. وصراحة نعشى خفيف زوين ظريف وبنين كيبغيو حتى الوليدات الصغار. من بعد كنضيفو فرماج حمر كنخلطو. من بعد كنقصو فاش كنضيفو الفرماج كنقصو العافية شوية باش الفرماج فيه الساع تيدوب. كنستمروا على التحريك هكا نعرفوا على الفرماج داب وكنبداو في إضافة البيض. بسم الله هو البيض على حسب أفراد الأسرة اللي كاينين. هما الكميه كتبقى على قد العدد ديال الاسره. كنحركوا البيض واحد شويه وكنغطيو عليه وكنقصوا العافيه ونخليوه يطيب على المهل ونرجع معكم في الطبق النهائي ان شاء الله. هذا هو الطبق النهائي ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. صراحه راه كيجي رائع. كنقدموه مع خبز ديال الدار. وبصحتكم العشيوه ديالكم وديالنا. ومن هنايا كنبغي نشكر المتتبعات الوفيات اللي تفاعلوا مع القناه ديالي وما نساوش اللايك والابوني. وكنتمنى لكل شيء مسيره موفقه وبالصحه والراحه. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. والى فيديو قادم ان شاء الله.